اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. طيب انا عندي سؤالين وهسيب حضرتك تتكلم براحتك. السؤال الاولاني من كلامك قلت واحنا في الفاصل انه الراحه بتفرق جدا مع النادي الاهلي، قول لي ازاي. الثاني في غيابات عند الترجي، لكن انا بقول لك مثلا ماتش مونتيري في كاس العالم للانديه، مونتيري المكسيكي فريق تقيل، غيابات الاهلي كان لعيبه المنتخب كان الشناوي، محمد عبد المنعم، وحمدي فتحي، محمد شريف، وايمن اشرف، وعمرو السوليه، وكانوا اساسيين وكان مصابين لعيبه بحجم بدر بنون واكرم توفيق وبيرسي تاو وصلاح محسن، ومع ذلك الاهلي نجح انه يفوز وانه يكمل مشواره وياخد البرونزيه. تبدا بانه الاولاني ولا الثاني؟ هو الثاني حلو قوي ومهم قوي. تمام. الاول ما يعني الاهلي قلت ايه الاولاني؟ الراحه. الراحه ما خلاص قلناها، يعني الاهلي لما بيريح بيبقى لعيبته بتاخد استشفاء كويس، لقطه البدنيه اصلا عاليه، بيبان قوي في الملعب في الانقضاض، في القوه، في السرعه، في في اللياقه البدنيه، ده خلاص حاجه واضحه جدا. لا بس ده برضو يرد يا كابتن وليد ان احيانا بتهتز النتائج وبيهتز الاداء وبتهتز العروض، فالناس تطلع تهاجم. صح. لانه الاهلي بيلعب تقريبا بمعدل 3 ايام، وعنده 3 ماتشات في الدوري كده على فكره ورا بعض، عن طلائع الجيش، وعنده امبي، وعنده سيراميكا، لكنه ده بيبين انه لما بتاخد راحتك، ويعني عكس مثلا سان داونز، لما رحت سان داونز خسرت 5، كنت لاعب وطالع على المطار وبعدها بثلاث ايام لاعب تاني يعني. والناس يا كابتن شوبير بتفهم ده. نعم. واحنا قلنا ده، لو تفتكر انا قلت لحضرتك ان مباراه الاهلي اللي اتغلب فيها 5 مش المره دي، المره اللي فاتت. نعم. لاسارتي مع مستر لاسارتي، النادي الاهلي كان عامل مباراه، لان انا اصلا كنت فيها. نعم. مع نادي الاتحاد السكندري، مباراه ماراثونيه صعبه جدا في استاد برج. برافو عليك. اللي علي معلول احرز الهدف. نعم. في الدقيقه 97 تقريبا او. نعم. حاجه. الاهلي كان يعني بلغه الكره كده مات. نعم. علشان يكسب المباراه دي. صحيح. وانا كنت بتكلم مع كابتن حلمي طولان وقلت له ربنا يستر، ده الاهلي طالع على المطار. نعم. وفرقه سان داونز جامده جدا، الاهلي. نعم. ازاي هيلعب بعد 3 4 مباريات. نعم. بعد 3 4 ايام. نعم. فده كلام مليون في الميه صح، الفرقه لما تريح وتاخد وقتها وتعمل استشفاء بشكل كويس اكيد الاداء هيختلف. لكن. نعم. السؤال الثاني هو اللي مهم قوي. نعم. قوي. النادي الاهلي وقلنا الكلام ده حق مجلس الاداره ياخده. نعم. قلنا مجلس الاداره وطبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب اللي اصلا هو مشرف على الكوره. نعم. اللي هو كان منوط بيه ممثل من مجلس الاداره. نعم. ان هو يتعامل مع الكوره كلها. فللامانه الاهلي عنده 3 فرق.